حصلش. حصل تقريبا، حصل المشهد اللي احنا شايفينه قدامنا ده في تقرير كده، نروح نشوف التقرير ده الناس بتقول ايه في المبادرة دي وازاي قدرنا نحققها، وارجع لكم تاني. سلامة المواطنين المصريين وسلامة اللاعبين وسلامة ذويهم كلهم، دي طبعا ده هم شاغل عند الدولة كلها وعندنا، احنا بصفة خاصة عشان احنا اللي ما يعني اللي احنا مسؤولين عن القطاع ده، فكان يهمنا جدا جدا ان يبقى احنا عندنا دلوقتي لو حصل لا سمح الله لاي حد من الرياضيين بتاع من الرياضيين بتوعنا اي مشكلة او اي عدوى او اي شك في العدوى، ان احنا نقدر نلاقي مكان للشخص ده، الرياضي ده، عشان نقدر نحطه تحت البروتوكولات العلاج المتعارف عليها، لانه هيبقى في البيت بتاعه في نفس الوقت. يبقى احنا بعدناه عن بقيه عيلته، بعدناه عن بقيه اهله اللي موجودين هناك وجبناه هنا، في نفس الوقت نقدر نشرف عليه، نقدر يتعالج بالطريقه السليمه ونحافظ عليه. هتبقى مسؤوله عن منتخبات مصر مبدئيا، منتخبات مصر الكبيره، المنتخبات بتاعه الالعاب المختلفه، الناس اللي هي تاهلت لطوكيو، الناس اللي المراد تاهلها، المنتخبات الكبيره طبعا هي حوالي 60 او 65 سرير الموجودين. العامل احنا طبعا دي معموله للشق ده من الرياضه، انما طبعا العامل الانساني موجود، وهنشوف برضو اي رياضي هيحتاج للتواجد بتاعه موجود هنا طبقا للمعايير اللي احنا حاطينها لمين اللي يدخل، ومين الاولويات بتاعه الناس اللي بتدخل. دي لها معايير ثابته وهتنشر على كل المجال الرياضه كله، وهيبقى كل واحد متعارف ان مين من حقه يدخل هنا او مش من حقه. وبرضه احنا في نفس الوقت احنا عندنا لجنه طبيه في اللجنه الاولمبيه موجوده عشان تحل اي مشكله لاي رياضي اصيب ولا حاجه، كان من المنتخبات غير المنتخبات، في هذا النزل او في نزل ثاني او في مكان ثاني. لازم افكر ازاي امن الرياضيين بتوعنا، على الاقل اللعيبه المنتخبات والفرق القوميه، في حاله لا قدر الله حدوث اي حاله، في حاله فتره التشخيص. يعني انا لو اشتبهنا في لاعب اثناء المباريات وعايزين نشخصه هيروح على فين وهيعمل ايه، احنا مش عايزين نبقى عبء اضافي مع رجوع النشاط الرياضي. النشاط الرياضي قطاع مش صغير، حبينا على الاقل على مستوى احنا يعني اللجنه الاولمبيه المصريه ومستوى المنتخبات القوميه ان احنا ما نبقاش عبء اضافي، فقررنا ان احنا نجهز مكان يبقى بديل لفكره المعزل، اللي هو نقدر نقول هو بيستقبل الحالات الطفيفه جدا والحالات في بدايتها ولحين فتره التشخيص. هيكون في ملحق بيه مكان للمعامل والتشخيصات، هيكون في اطباء موجودين طول الوقت، هيكون في اطقم مساعده وما شابه. في حاله ان اللعيب يحتاج عزل لبعض الوقت هيبقى العزل عندنا، اللعيب بيتابع على مدار ال 24 ساعه. وفي حاله لا قدر الله ان الحاله هتبقى محتاجه بقى انها تخش في مكان في حالات حرجه او رعايه مركزه او رعايه متوسطه، هيبقى في ترتيب للنقل عن طريق وزاره الصحه ووزاره الرياضه. احنا اوريدي في تنسيق مع وزاره الرياضه في هذا الموضوع ومع وزاره الصحه. يعني انا عندي واحد من اللاعبين الاولمبيين لا قدر الله عنده حاله محتاج ان هو يتعزل 15 يوم بعيد عن اسرته، عن عنده اب وام مسنين ايا كان، والكلام ده مش متاح، او هو ما عندوش حد يضمن له، عايش لوحده وما يضمنش ان هو حد يرعاه غذائيا وصحيا ويعمل، هو ده بيته، ده بيت تاني زي ما احنا بناخدهم في معسكر طبي في معسكر للتدريب، ده تعتبره المعسكر بتاع لا قدر الله الحالات اللي احدث لك. عندنا حوالي 61 سرير. بالنسبه للمستلزمات الطبيه والاحتياجات، احنا حاليا في مرحله ان احنا عاملين لهم حصر اوريدي وتقدمنا بيهم، بس احنا لسه يمكن ما فنشناش او ما انتهيناش تماما من تجهيز المكان، بس المكان جاهز بنسبه 80% زي ما حضرتك شايف كده. احنا ان شاء الله هنغطي كل الاحتياجات التي تناسب هذه الدرجه من الرعايه.